عمر رضي الله عنه يقول: أيها الناس، إن رأيتموني على حق فساعدوني، وإن رأيتموني على باطل فقوموني، أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم. فيقول رجل منهم شاهرا سيفه: والله يا ابن الخطاب، لو رأينا فيك اعوجاجا لقومناه بسيوفنا. فيبتسم عمر ويقول: لا خير فيكم إن لم تقولوها، ولا خير فينا إن لم نسمعها.